بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف حسين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بجميع زملائنا الأكارم، ونرحب بزميلنا المهندس عبد سلامين بكالوريوس هندسة مواد ماجستير صناعات دوائية، محاضر في مهارات تواصل الموظفين في القطاع الصحي، مسؤول العلاقات العامة في شركة ملكية شمس وهي شركة تسويق طبي. ويا شباب بننبه إنه رابط الحصول على المحاضرة راح نرسله آخر المحاضرة على الشات، وبرضه في السلايدات راح يكون باركود تقدر تعمل سكان، والاسم طبعا تقدر تدخله إما باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية كما تبغى، من 3 مقاطع أو 4 مقاطع اللي بتشوفه، ممكن إنجليزي ممكن عربي يا شباب. ومفروض مباشرة إيش توصلك إيميل بشهادة الحضور على إيميلك اللي مسجل فيه. تفضل المهندس عبد. طيب، يعطيكم ألف عافية جميعا. أول شيء نعتذر عن الخلل اللي صار في الأسبوع أو مش الأسبوع اللي فات، الأسبوع اللي قبله، لأنه الأسبوع اللي فات أنا اللي اعتذرت بسبب ظروف خاصة. وإن شاء الله اليوم مع بعض نوصل للهدف من المحاضرة ونستفيد جميعا. الشغلة اللي بدي أحكيها أول شيء إنه أي حد عنده استفسار أو عنده يعني سؤال في موضوع معين من السلايدات اللي رح نحكي فيها اليوم، آخر المحاضرة يعني حط ملاحظة، وآخر المحاضرة بإمكانه إنه يسأل هذا السؤال ونناقشه مع بعض إن شاء الله. تمام؟ طيب، الله يعطيكم العافية جميعاً. طبعاً إحنا عنوان محاضرتنا اللي هو هاو تو كوميونيكيت افكتفلي، كيف إحنا ممكن نتواصل تواصل مؤثر في الشغل، وهذا الشيء طبعاً مهم جداً في ظل التطورات الحاصلة في بيئة العمل اللي إحنا بنعيشها ونعاصرها. بس مهندس بسمح بس تعمل فول سكرين على البرزنتيشن، ايش كمان مرة؟ تعمل فول سكرين على البرزنتيشن على الباوربوينت. تمام. ايوه تمام، الله يعافيك. ليش مهم؟ مهم جدا لانه احنا خلال الاعمال اللي احنا بنمارسها في حياتنا او نتقلد مناصبها، ممكن انه احنا نزامل اشخاص، ممكن نتعامل مع ناس، ممكن نتعامل مع بارتنرز شو ما كانوا. مهم جدا انه احنا نعرف نتعامل معهم، كيف نناقشهم، كيف نتطور، نتقدم عنهم. بما انه احنا موظفين او مهندسين، نحاول دائما نتقدم. كيف ممكن نتقدم احنا؟ انه احنا نتميز بعده مواصفات لا يحملها غيرنا من الموظفين والمهندسين. اهم شيء في موضوع الكوميونيكيشن سكيلز او الكوميونيكيت افكتفلي، انه انا اقدر اسمع. يعني انا يكون عندي قدره انه اسمع، ما ابلش بالافكار اللي عندي دون النظر او دون الاستماع للاشخاص الموجودين وين الموجودين في هاي المؤسسه اللي انا بكون رايح عليها جديد، او بكون انا يعني ناوي اتقدم لوظيفه في هاي المؤسسه. لازم اسمع ايش هاي المؤسسه، شو بتشغل هاي المؤسسه، شو اهدافها، لايش بتسعى. كل هاي الشغلات مهمة جدا وضرورية. ضرورية ليش؟ ضرورية لأنها هي راح تقودني إنه أنا أتقدم إذا كانت هاي مؤسسة ناجحة وبتهتم في الموظف اللي بيسعى خلف النجاح، وإنه يكون عنده قدرات ممكن تستفيد من هاي المؤسسة. بعد ما أسمع أنا أكيد راح أحلل وراح أفهم، بما إنه أنا حللت راح أفهم طبيعة هالمؤسسة، طبيعة شغلها، كيف ممكن أنا أشتغل فيها، وكيف ممكن أنا يعني اكون قادر انه اتقدم في السلم الوظيفي درجه بسهوله وبسلاسه عن موظفين اخرين ممكن يكونوا اقل مني قدرات في الكوميونيكيت في الكوميونيكيت افكتيف. طبعا كل هاي الشغلات اللي بنحكي فيها احنا هلا بحكمها حل اخير. كيف بحكمها حل اخير؟ هلا انا قدرت انه انا اسمع، وقدرت انه انا افهم، وقدرت انه انا احلل، وقدرت انه انا يكون عندي عقليه في التواصل، وما قدرتش اوصل بالنهايه لحل. ايش الفائده؟ يعني عندي موظف، انا عندي مهندس ميداني، هذا المهندس قادر على انه يستوعب كل شيء بس مش قادر انه يعطيني الحل. انا كرب عمل او كمدير مؤسسه او كمدير شركه او مدير مصنع، شو ممكن استفيد من هذا الموظف اللي عنده كل هاي القدرات وما عندوش قدره انه يحل؟
بالمقابل في اشخاص عندهم قدرات عاليه في موضوع انهم يجدوا حلول، لكن فيش عندهم قدره في التواصل. تمام؟ احنا دائما بنسعى خلف ايش؟ خلف الموظف. انا بحكي كمؤسسه بنسعى خلف بنسعى خلف الموظف القادر انه يكون عنده التواصل المؤثر والقدره على ايجاد الحلول. ليش؟ لانه هذا بيريحني في شغلي اول شيء، وبريحني في علاقاتي، وممكن يتطلب اي منصب ممكن انا اوكله في المستقبل القريب. وبالنهايه اي مؤسسه عندها موظف قادر انه يكون خلينا نحكي مبدع او خلاق انها تحتفظ فيه. تمام؟ هاي الشغلات كيف ممكن احنا نعملها، او كيف احنا ممكن يعني إن نقدر نبنيها من داخلنا؟ لانه شغله الكوميونيكيشن او التواصل المؤثر شغله بسيطه انه احنا نحكي فيها، لكنها في الحقيقه شغله معقده، معقدة في تطبيق، معقدة في أتمتتها، وأنه أنا أجعلها كاريزما يعني جزء من الكاريزما بتاعتي. تمام؟ كيف أنا ممكن أنا أعمل هاي الشغلات دون مجهود؟ طبعا أنت بداية بتبلش في هذا الموضوع بتبذل جهد، أنه أنا طبيعة العمل عندي بتطلب مني أنه أنا أسجل ملاحظات دائم، بتطلب مني أنه أسجل مشاكل، بتطلب مني أنه أحل مشاكل، بتطلب مني أنا احقق هدف معين في نهايه الشهر، مطلوب مني اظل اسجل ملاحظات واتابع هاي الملاحظات فرضا. تمام؟ هلا هذا في مجهود، لكن اذا كان هذا المجهود ممتع ايش اللي بيتغير؟ اذا كان هذا المجهود بيميزني ايش اللي بيتغير؟ هذا يعني راح نشوفه احنا خلال السلايدات القادمه ان شاء الله. طيب اهم شيء من اهم الشغلات كمان بنحكي عنها اللي هي في موضوع معين، كيف نعمل احنا الديفلوبينج للكريديبلتي، المصداقيه، الميثاقيه، خلينا نحكي المصداقيه في التعامل. كيف انا ممكن انا اكون صادق في روايتي؟ كيف ممكن انا اكون صادق في موضوع انه انا اتطور في عملي؟ يعني كيف انا ممكن اكون يعني الشيء اللي انا بعمله نابع من داخلي؟ طبعا انا اي مهندس في الدنيا او اي موظف، انا بحكي مهندس لانه احنا مهندسين، اي مهندس في الدنيا بهمه في الاخر المردود المالي، هذا الشيء مفروغ منه، لكن كيف انا ممكن يكون عندي يعني قناعه بالشيء اللي بحصل عليه؟ كيف؟ بده يكون عندي انا اول شيء مصداقيه، يكون عندي مصداقيه في الشيء اللي بعمله. وإذا كانت عندي مصداقية في الشيء اللي بعمله تلقائيا راح يكون شغلك يعني مطابق للمواصفات اللي بتطلبها أي مؤسسة بالدنيا. دائما في أي مؤسسة خلينا احنا نحط في راسنا أربع نقاط مهمة، اللي هي إنه أنا دائما أتكلم بوضوح وبدقة، يعني أكون واضح ودقيق. أنا بحقق أهدافي في نهاية الشهر، خلص أنا بحقق أهدافي في نهاية الشهر. أنا عندي خطة بتحقق الأهداف التالية، خلاص هاي الخطة تحقق الهدف التالي، تكون واضحة ودقيقة. ما في شيء غير الوضوح والدقة في العمل، هذا إذا كانت توفرت في شخص مين ما كان يكون راح ينجح. دقته وضوح. دائما إنه احنا نسعى خلف الوضوح. كيف نسعى خلف الوضوح؟ يعني أنا عندي موظف خلينا نحكي بكره انا بعمل واحد اثنين ثلاث، تمام؟ على اساس انه انا ممكن اصوي واحد او اصوي اثنين او اصوي ثلاث، خلينا نحكي احنا بنحكي لغه الارقام. لا، انا عندي موظف بحكي لي انا بكره الخطه تاعتي واحد اثنين ثلاث، عشان انا بوعد بكره بدي اعمل واحد اثنين ثلاث، انتهى الموضوع. يعني انا لما اجي احكي لواحد عندي اجتماع، الاجتماع هذا ببلش على الساعه حوالين الساعه تنتين، حوالين الساعة تنتين بتحكي تنتين، تنتين وربع، تنتين وثلث، تنتين ونص، صحيح؟ بالمقابل عندي موظف آخر والاجتماع يبدأ الساعة الثانية فرضا ظهرا، انتهى الموضوع. المجتمع الساعة الثانية، وضوح. وهذا موضوع مهم جدا في معاملاتنا، سواء كان مع المدراء، العملاء في الشغل، سواء كانوا ميدانيين أو إداريين وما إلى آخره. هذا الإشي اللي بنحكي فيه إحنا بدك تنقله وتحطه في المكان اللي أنت بتكون موجود فيه. كيف مكان يكون صياغة الحديث؟ أنت بتمسكه وبتفهمه كيف بدك وبتحطه في نطاق عملك، فأنت بتلاقي إنه في مردود مقابل الشغلات اللي أنت بتعمل فيها وبتطبق فيها من داخلك وبتنقلها على شغلك. لغة يعني لغة
خلينا نحكي علميه وعمليه تطبق على ارض الواقع. وشغله كمان الثالثه اللي هي انه احنا كيف نقدر نعمل تنسيق الكلام تاعنا، وكيف ننسق الافعال تاعتنا يعني الوردز والاكشنز اللي هي الكلام والافعال والردود. يعني عندي خلل والله انا في موقع بناء معين، او خلينا نحكي عندي خلل في ضبط الجوده في مصنع معين، فبيجي عندي ضابط الجوده وبيجي عندي مهندس الموقع، هلا انا بدي اعمل المشكله هاي واحلها، انتهى الموضوع، الخلل من فلان الفلاني او الخلل من فلان الفلاني، بنزل على الموقع بتفاجئ انه المشكله في الارض وليست في البشر فرضا او في المهندسين اللي عنده، فكانت الورثه بتاعته مش في مكانها، وكان الكلام بتاعه احدث خلينا نحكي جلبه او احدث فوضى في حينه لا المسؤولين ولا المهندسين اللي حواليه، وزاد من الوقت اللي ممكن هو كانوا فيه يشتركوا في صنع قرار اخر يحل المشكله، اخذ من وقتهم وجهدهم وما حل المشكله. وردود الافعال بنفس الطريقه احنا لازم نضبطها على اساس ان احنا نكون قادرين على التحكم فيه وانه افعالنا. هلا احنا الشغله كمان المهمه كمان انه احنا نسعى كمان خلف تحقيق الاهداف، تمام؟ يعني ونركز عليه، ونركز عليه، كيف نركز عليه؟ هلا انا اذا انا حطيت هدف في حياتي او في شغلي او في بيتي، الهدف هذا ممكن يكون واضح بالنسبه لي وانا اسعى لتحقيقه، تمام؟ طيب اذا حطيت انا 4 اهداف، طيب حجم الاهداف اللي بحطها سواء كانت ساعيه خلينا نحكي بالساعه او يوميه باليوم او شهريه بالشهر او سنويه بالسنه، حجم الاهداف اللي بحطه يعني لو اجيت انا وزنته مع الوقت بتاعه، خلينا نحكي نعمل ريتنج معادله، بقدر انا احقق 4 اهداف في ساعه؟ يعني هذا الاشي بيكون مدروس وله حسبته بناء على علم، العلم هذا كيف بده يتحقق؟ ان كونك انت مهندس ومخلص مثلا 5 سنين مهندس، اكيد مرقت في فتره انه انا حكيت ادرس مثلا في امتحان اخر الـ اخر الـ اخر الـ السنه ولقيت الوقت مش كافي، معناته هدفك ما تحقق، هدفك انك تدرس لاخر ما تحقق، فانت بدك تنقل كل هاي الافكار على شغلك، كيف بدك تقرا شغلك؟ اكيد اخطات في شغل ثاني، يعني انت كنت في شغل ووقعت في هذا الغلط، او ممكن تكون في نفس الشغل وقعت في نفس الخطا، فانت بناء على خبرات وتجارب سابقه بدك تبني كل افعالك واقوالك بناء على قدراتك واهدافك الموضوع. يعني هاي من اهم الشغلات اللي ممكن احنا نقول عنها شخص بيقدر انه يتواصل تواصل مؤثر، انه قادر على تحديد اهدافه واداره معلوماته واداره علاقاته. خلينا هيك، هذا شخص قادر انه يتطور ويصعد في سلمه الوظيفي بشكل سلس وبشكل مهني مقارنة مع زملائه الآخرين الذين لا يمتلكون هذه الصفات. طيب لو جيت أنا حكيت أنه أنا مثلا كعبد أنا بدي أشتغل في مؤسسة وأنا مش بحاجة لأي زميل، أنا عبقري كمبيوتر، أنا مهندس كمبيوتر عبقري، تمام؟ طب مهندس الكمبيوتر العبقري اللي بيحكي لك حاله ممكن يشتغل في مؤسسة خلينا نحكي أكثر من شهر، أكثر من شهر دون انه يتواصل مع زملائه او يتواصل مع مدراءه او يتواصل مع العملاء في المؤسسه؟ اكيد لا. طيب هذا العبقري ممكن انا استغله في مكانه يعني عشرات السنين وما يتطور في وظيفته، هذا العبقري لازم يكون عنده علاقات صحيه وسليمه تقوده الى التطور من مكان الى اخر في وظيفته، وهذا شيء مفروغ منه. فالعقل اللي بحكمه إدارة التواصل أو إدارة تواصل مؤثر، يعني أنا شخص عقلاني شخص قيم في الذكاء لكن فيش عنده قدرة أتواصل، هذا شخص لا يستطيع أن يتقدم من مكان إلى آخر، يستطيع البقاء في مكانه والحفاظ عليه لكن ما مش ممكن يتقدم بسهولة. ف العلاقات في اي مؤسسه في الدنيا في اي موقع في الدنيا مهمه جدا، كيف بدي ابنيها؟ بدي ابنيها بتواصل، تواصل مؤثر. والتواصل المؤثر حكينا يعني انت كيف بدك ممكن تتعامل مع زميلك، هذا شيء بخصك انت، انت كيف بدك تتعامل مع زميلك؟
كيف بدك تتعامل مع مديرك؟ شو بحب مديرك من موظف او مهندس موجود عنده؟ كيف بدك توصل لقلب مديرك في عملك؟ طبعا انا بحكي كيف بدك توصل لتصير مرجعية لزملائك في العمل. هذه كلها شغلات هي عبارة عن قدرات عقلية وقدرات كمان قدرات عقلية عكسها على في الموقع، على أساس أنه أنا أقدر أتقدم مكان إلى آخر. طيب كيف أنا بدي أطور نفسي في عملي؟ يعني أنا بحكي هلأ عن النقطة الثانية، كيف أنا بدي أعمل إنهانسنج للبرودكتيفيتي بتاعتي، أنه أنا زلمة أصير منتج. طب أنا منتج بعمل في اليوم مثلا، خليني أحكي، أربع أو خمس برامج في شركة معينة، تمام؟ وهذا الانتاج تاعي صار له سنه، تمام؟ بالمقابل واحد تعلم في مكان اخر عنده قدره يشتغل خمس او ست برامج. طيب انا ما حسنتش من الانتاجيه بتاعتي، فممكن في اي لحظه انه هذا الشخص يخسر محله بسبب انه في فتره عمله في هاي المؤسسه او في هاي الشركه او في هذا المصنع لم يستطيع تحسين انتاجه، لم يحدث اي تغيير خلال فتره معينه من الزمن. يعني احنا عارفين انه اهم شيء في موضوع انه يكون مهندس، لما احكي مهندس انا بحكي عن شخص ممكن يكون كرياتيف وممكن يكون انوفيتيف. يعني اذا كان كرياتيف ممتاز، واذا كان انوفيتيف ممتاز جدا. يعني شخص دائما بيسعى للابتكار، شخص دائما بده يكون بروبلم سولفر، شخص بده يكون قادر انه يحدث الفارق في المؤسسة. فالإنتاجية تاعتك دائما لازم تتطور في تطورك أنت في الوظيفة. يعني الشخص اللي قادر يسوي أربع برامج أول نزع الشغل، هذا بيقدر يسوي خمسة، بيقدر يسوي ستة. الشخص اللي حل مشكلتين مع الزمن بيقدر يحل ثلاث، بيقدر يحل أربع وما إلى ذلك. التطور الشخصي، هلا أنا كيف بدي أبني نفسي؟ كيف بدي أبني نفسي؟ طبعا أنا كموظف أو كمهندس في مكاني، كل شيء فيها في اي مؤسسه في الدنيا او في اي مصنع او في اي مكان يبني، يعني يبني شخصيتي، بطور من شخصيتي، بطور من نقاطي. كل يوم بقضيه في مؤسستي، في مكان عملي، في مصنعي، بطور من علاقاتي، بطور من فكري، بطور من خبراتي، بطور من امكانياتي وما الى ذلك. البناء المحدث الي كمهندس نتيجه محاكاه ظروف العمل اللي انا موجود فيها، وسعي خلف يعني خلف انه انا اكون موظف قادر انه انا احل مشاكل، او موظف قادر انه انا ابني في مؤسسه، اطور من مؤسسه. فمهم جدا انه اعرف انه البيرسونال جروث لاي شخص بالدنيا تعتمد على خبراته، تعتمد على مع مين قعد في يوم مثلا اثنين، قعدت والله مع المهندس فلان فلان، ما شاء الله خبرات، استفدت منه، حكى معي، نقل لي تجربته، وما إلى ذلك، نزلت معه على الميدان، حليت معه مشكلة في المصنع الفلاني. كل هاي الشغلات بتبني شخصيتك، بتطورها وبتقودها إلى مراكز أنت يعني بتكون تسعى وراها. التأثير أو أنا كيف ممكن أنا أثر في مكان عملي؟ كيف انا ممكن اثر في مكان عملي واحاول دائما اجيب شيء جديد؟ كيف؟ يعني مره من المرات في واحد بيشتغل في مصنع، والمصنع هذا كان فيه خمسه او ست مهندسين. طبعا هذا مهندس اسمه اكستل، بقول لي انا عبد اشتغلت معهم وست مهندسين، وكل واحد بيحكي يعني بيحكي بعلم اكبر من المهندس اللي قبله. فانا مش عارف انا وين ممكن اكون في هذا الموقع، يعني او في هذا المكان، في هذا المصنع، شو راح يكون دوري؟ ف يعني انا بصراحه، يعني بصراحه شعرت فيه، لانه انا يعني بكون نازل محل جديد، بكون ادور على اللي حوالي، انا احسن منهم او انا اقل منهم. هذا خطا. يعني انت في اللحظه اللي انت فيها انقبلت انك تكون موظف في هذه المؤسسه، اتاكد انه السي في اللي بعثتها والكفر ليتر اللي سويتها للمؤسسه كانت كثير مهمه وكثير لافت الانتباه، وهم قبلوك على هذا الاساس. فانت بدك تحاول تتقدم من خلال هاي الاشخاص، تقدم من خلال العلم اللي بدك تحصل عليه. يعني كل يوم انت بدك علم، انت كل يوم ممكن تقعد مع واحد تاخذ علم وتلم العلم اللي في السته هذول الموجودين معك او السبعه،
وتصير انت احسن منهم. يعني اللي فيه الشخص الواحد انت ممكن انت تلم من السبعه مع العلم تاعهم تكون انت موجود فيه، فممكن يكونوا هم بيستفيدوش من بعض، ممكن تكون علاقات ما بينهم ما بينهم وبين المؤسسه المدراء، يعني علاقه ضائعه، يعني ضائعه خلينا نحكي. فانت بدك تدور على نقاط القوه ونقاط الضعف في اي مؤسسه على اساس انه انت تحاول تطور فيها وتقدم فيها وتتقدم فيها. تمام، هاي نقطه مهمه جدا. دائما انت لما بدك تروح تتقدم لوظيفه او لما بدك تكون في وظيفه بدك تدور على نقاط قوه هاي المؤسسه، نقاط ضعف هاي المؤسسه، لانه انا بدون ما اكون عارف نقاط قوتها ونقاط ضعفها مش راح اقدر اتقدم. نقاط قوتها منيح معروف ليش انه احنا ندور على نقاط قوه المؤسسه دائما، لانه انا بدور على نفسي في اي مؤسسه تكون كبيره، بس نقاط الضعف نجاحك في تقليص نقاط ضعف اي مؤسسه في الدنيا، نقطه وسط جديده. لو انا جيت سالت سؤال، شو اكثر شيء ممكن ممكن انه يعجب مسؤول في مؤسسه معينه، او شو اكثر شيء ممكن انه يخلي المدراء يتطلعوا لموظف؟ شو راح تكون الاجابه؟ يعني لو مثلا تكتبوا لنا على الشات هيك شويه اجابات اللي انا اطلع عليها. يعني انا بقرا في المسجات كل ما ذكر في صلب الموضوع، كل ما ذكر في صلب الموضوع، لكن عجبني جواب انا هون لرأفت، رأفت الدقمي اذا قرات اسمه غلط صح، انا يعني كاتب يريحهم، يعني كاتب يريحهم فعلا. هذا الجواب المثالي في موضوع الشركات والمؤسسات والمصانع الموجوده في اي منطقه في العالم. اي مدير بالدنيا بيحلم في مسؤول او موظف يكون قادر انه يدير هاي المؤسسه في غياب، لانه الشعور بالامان لاي مسؤول في الدنيا صعب، مؤسسته ماله كله موجود ماشي، وكيف بيتحرك كيف بيشتغل في غيابه، كيف بده يحس بالامان؟ بده يكون يبحث عن شخص قادر انه يدير هاي المؤسسه ويوصلها لبر الامان في غيابه. صحيح، يعني أكثر شخص ممكن يكون قادر على إنه يتفوق في عمله الشخص اللي هو قادر إنه يكسب ثقة المدير، ثقة المسؤول بإنتاجه بأعماله بتواصله مع الناس. يعني مش ممكن أخسر زبائن، فأنا لما بحكي مش ممكن أخسر زبائن بحكي عن النقاط اللي بيحكوها زملائنا اللي هي زيادة رضا المؤمنين أو زيادة رضا العملاء، زيادة الإنتاج. الموظف المسؤول الموجود هذا اللي بيكون عنده كل هاي القدرات ممكن يضل يحافظ على الإنتاج. حل المشاكل نفس الإشي، إذا حل المشاكل بريحهم. فكلمة بريحكم هاي هي حكاها الزميل رأفت يعني بهيك بتعبير بسيط، لكن فعلا إنه أنا أكون قادر واصل لمرحلة إنه أنا أدير مؤسسة في غياب مديرها، هون أنا قدرت أزيد في الإنتاج، حل أي مشكلة بتوقع فيها المؤسسة، بقلل التكاليف مع المحافظة على الجودة في غياب المدير، بقدر أشخص كل المشاكل. أي شيء كاتب أي شيء يبينه أحسن، أي شيء بقدر يبنيه ويحسس المدراء إنه أفضل إنه يطبق في المؤسسة كمان برضه ممتاز، وإنه ملوش مشاكل مع قسم تاني، يكون محبوب زي ما حكينا عنده علاقات ومتعاون وقد عنده قدرة على التحليل
وعنده معرفة علم زي ما كمان ذكرنا، يعني كل الشغلات اللي بتحكوا فيها انتم، الشغلات اللي اول ما خطرت في بالكم قلتوها، هاي عبارة عن برين ستورمينج احنا عملناها هسه سريعا، طلع معنا هاي النقاط. هاي النقاط صلب موضوع الكوميونيكيشن او الكوميونيكيت افكتيفلي، صلب موضوع انه انا اكون قادر انه انا اوصل اعلى المراتب في وظيفتي، انه انا ممكن كمان خلال فترات او سنين من العمل اكون قادر على انه انا افتتح مؤسستي، افتتح شركتي، افتتح مصنعي. اذا انا طبقت ذلك في وظيفتي ممكن اطبق ذلك في عملي الخاص. فهي الشغلات كلها اللي حكيتوها مهمة جدا. شكرا. طيب برضو في شغلة اللي هي كيف انا ممكن استغل يعني قدرات المؤسسة. قدرات المؤسسة يعني أي مؤسسة بدنيا لها قدرات. مش معقول أنا أجي على مؤسسة رأس مالها خلينا نحكي 5 دنانير أقول لها أنا في عندي خطة ب 20 دينار. يعني بدي أختار أنا طريقة اللي بتناسب هاي المؤسسة بناء على ميزانيتها، هذا إشي مفروغ منه. بدي أختار أنا طريقة إنه أنا أنجز الشغل أو إنه أقدر أدير الشغل هذا في بتكلفة أقل لهي المؤسسة. كمان بدي اختار الوقت المناسب اللي انا ممكن اعرض فيه خطه على هاي المؤسسه بناء على نتائجها في اخر فترات. يعني انا لازم اكون ماشي مع تطور هاي المؤسسه خطوه بخطوه، على اساس انه انا مش ممكن اعمل شيء يوقف نمو هاي المؤسسه، مش ممكن اعمل شيء يجي عكسي على هاي المؤسسه. بدي اراعي كل هاي الظروف. موضوع التكلفه مهم، موضوع الطرق والأساليب والإجراءات التحسينية المستخدمة في هذه المؤسسة تكون كمان بشكل يراعي قدراتها. وكمان بدي أختار الأوقات اللي أعرض فيها أفكاري وأقدر أنا أتوج أفكاري بالنجاح وأحصل على الأهداف اللي أنا وضعتها في هذه المؤسسة خلال فترات عمل. عندي مشكلة صار بالسلايد أنا هيك. هلا أنا لما بيجي عندي أنا في المؤسسة، في أي مؤسسة بكون فيها، طبعا المشكلة لما بتيجي عندي بتيجي بشكل مباشر، بكون أنا عارف شو المشكلة تمام، بس ممكن ما أعرف السبب. فعشان أقدر أحل أي مشكلة بالدنيا لازم أعرف السبب، وإذا عرفت السبب أنا بقدر أحلها. يعني زي انا مثلا عندي انا مثلا مريض، خلينا نحكي مريض بيجي على العياده، بيجي بخش على الدكتور بقول له دكتور تفضل هاي روشتة بينفع؟ لا ما بينفع. ليش؟ لانه انت لازم اول شيء تعمل له يعني فحص سريري، تسمع منه، تشوف الهيستوري تاعه ماضي المرضي، تاريخ عائلته، عشان تقدر تكتب له دواء. ما بزبط غير هيك. فانا لما بدي اجي اسمع له او اشوف مشكله بدي اعرف ايش سببها، مين سببها، متكرره مش متكرر تاريخ، عشان اقدر احلها. يعني ممكن اكون في اجيت على شركه جديد فيها، يعني انا جيت خلينا نحكي كمسؤول ضبط جوده وفي معي مسؤول ثاني، احنا بدنا نشكل تيم تمام. خلينا نحكي انه احنا في عندنا سوبرفايزر، والسوبرفايزر قرر نجيب ضابط جوده جديد. ضابط الجوده الجديد هذا شو بده يختلف عن زميله الاخر؟ انه في ممكن مشكله تكون بتواجه هذا المصنع في كل مره ومش لاقين لها حل. خلينا نحكي مثلا بينتجوا قطع الومنيوم مدهون، خلينا نحكي الومنيوم مدهون، هذا الالومنيوم في بعض الاحيان بصير في البرودكت النهائي بابلز تمام. يعني خلينا نحكي بابلز، عارفين شو البابلز؟ طيب المهندس هذا كان ايش يعمل؟ انه يحكي هذا نتيجه انه احنا عندنا انتاجيه كبيره، فاحنا ما راح نقدر نتجاوز هذه المشكله، راح يجاوب هيك. بيجي المهندس الثاني اللي جابه جديد بقول له لا يا عمي، كيف يعني احنا طالما التولز عندنا والابراتس عندنا كثير مميزين وكثير ومعمول لهم كالبريشن دائم، واحنا مش بصدد انه يطلع لنا هيك مشاكل. قال له كيف المدير؟ قال له انه احنا ممكن نقلل درجه الحراره في الفرن بعد ما يندهن الالمنيوم، مش العمليه خلينا نحكي بتفاصيل، العمليه هاي الكتروستاتيك، درجه الحراره بتاثر على الكوتك، فاحنا خلينا نحاول نقلل درجه الحراره. فبدل ما الالمنيوم يتعرض درجه حراره 100 مثلا خلينا نحكي 100 سلسيوس في ساعه، خليه يتعرض ل 80 في هاي الساعه، فبيخدم على وقت اطول. فبقول اه،
طب ليش ليش الشخص اللي او الضابط الجوده قبل ما فكر بهذا الحديث؟ لانه ما حاول، لانه ما فكر، لانه ما يعني شايف حاله انه هون اكتفى في منصبه انه ضابط جوده، بيحكي للموظفين او للعمال خلينا نحكي ارجع في بضاعتك وقدم في بضاعتك، وعنده قرارات وعنده سلطه، وما مش حابب يعني مش مفكر اصلا يصير سوبرفايزر في المستقبل. فهي الشغلات هي عباره عن فكر وقلب ذات، يعني كيف الشخص بفكر، كيف الشخص بده يرسم اهدافه، شغلات مهمه جدا، مهمه جدا. فانا اي شغل بدي امسك في الدنيا لازم يكون عندي بلين، لازم يكون عندي بلين، لازم اتميز عن الزملاء بالبلين. اذا تميزت بالبلين انا قادر انه اوصل واسبق الزملاء، ما تميزتش هذا راح يكون يعني بدناش نحكي انه بتمشي بالوظيفه، لا ممكن تمشي بس انه مش راح تكون انت مميز عن غيرك. طيب حكينا احنا اجتنا مشكله، عرفنا اسبابها وعرفنا كيف اجت وليش اجت مع مين اجت حلناها. طيب كعبد انا دائما لما بواجه مشكله بحاول انه انا اشوف انه حل المشكله مش بس انه انا احلها هلا، لازم انا يكون عندي كمان بديل في حل المشاكل. ليش؟ لانه انا ممكن الفرن اللي انا حكيت لكم عنه تذكروا، ارجعوا لي للفرن، الفرن يمكن يكون الجوده تاعته على مدى بعيد تخف جودته، او اللي هو الهيت، خلينا نحكي الهيت ديستريبيوشن داخل هذا الفرن تقل يعني جودته كفرن. فشو الحل البديل؟ بقول والله انا بكون انا مثلا عندي وضوح، عندي وضوح زي ما حكينا نرجع للقبل، انه انا بحكي لمدير هذا الفرن مثلا الشيلف لايف تاعته مثلا خلينا نحكي 10 سنين، بعد 10 سنين المدير لازم نكون احنا نفكر نجيب فرن جديد، او مثلا لازم نغير السنسورز جوا الفرن وما الى ذلك، اللي انا اكون يعني قادر انه احل مشاكل مستقبليه واوضع حلول بديله في حال انه انا ما قدرتش استخدم الحل نفسه. فهذا ضروري جدا. هاي الشغلات احنا بنحسها مرات ما نتطرق لهاش او بنحسها صعبه، لكنها في حقيقه اذا كان الشخص بفكر زي ما حكينا من اولها بوضوح، عنده علم، دائما مواكب العلم، علم جدا مهم انك مهندسي نواكب العلم، نقرا نتطور، نسعى نثابر، نرتب افكارنا، نوضع خططنا، هاي جدا مهمه. الشغلات شوي شوي بتنبنى كثقافة، وإذا انبنت عند الشخص صدقوني يا إخوان ما حدا راح يواجه مشكلة في شغله، أو ما حدا راح يقدر إنه يمنعك إنه أنت تتطور وتتقدم. يعني كمهندس قادر إنه يوضع في أي مكان ويحقق أي نجاح ممكن يحطه هدف. هلا ما دام أنت أخذت المشكلة وحليتها وعملت خطة مستقبلية في هاي المشاكل وفي حلها، وضعت لها كمان حلول بديلة، بدك تاخذ يعني الحدث او تاخذ الفعل، خلص تطبق، بلش تطبق. ما دام انت بلشت تحل مشاكل خلص انت التوب هيد في المؤسسة، اي مؤسسة بالدنيا، اي مصنع بالدنيا، اي شركة انت بتحل المشاكل انت التوب هيد، انتهى الموضوع، بتصير انت قادر انك تحصل على اي شيء بدك اياه بلغه قانونيه، بلغه محبوبه، والجميع بينبسط وهو يحكي معك ويتعاون معك ويجاورك، وراح تصير انت مرجعيه سواء كنت لمدير او لموظف او لعامل في اي مؤسسه او في مصنع. طيب بعرفش انا يعني كيف ما عنديش نبذه عن الموجودين في المحاضره بالنسبه للخبرات اللي هم فيها او عدد الاعمال اللي قاموا فيها في حياتهم، لكن يعني ممكن احنا نحكي بالعموم. هلا احنا بهمنا دائما في الشغل او في اي مؤسسه في الدنيا لما بنشتغل فيها احنا، ولما نكون احنا لو حتى نصبح قادرين انه احنا ندير هاي المؤسسه، تمام؟ شو اهم شيء، اهم صفه ممكن يعني يتمتع فيها
المسؤول والمدير، يعني كمهندس انت بدك تصير مسؤول مدير، شو اهم صفه، شو اهم ميزه لازم تميزك عن غيرك؟ يعني لو كتب لي كل واحد كلمه واحده اسمع في الدردشه على اساس انه انا اشوف الحدود. طيب غير رأفت، تمام، ممتاز ممتاز ممتاز. يعني يعني من 4 ردود 5 ردود بس، يعني كل اللي ممكن ينحكى في هذا الموضوع صحيح. لكن انا بدي اسال سؤال، انا مدير لمؤسسه تمام، وانا تعينت مدير في المؤسسه، انا مش الاونر انا المدير، جيت على هذه المؤسسه بدي اجبر او بدي افرض او اوضع قانون انه ممنوع حدا يشتغل بدون سيفتي كلوثز، بنحكي اللي هي ملابس الامنه في العمل. ممكن انه انا اكون في الموقع بدون تقيتي مثلا، بنحكي واقول للموظف او للمهندس اللي بيزاملني البس التقيه. طب ما هو انت يعني انت بتناقض في نفسك، يعني صحيح انت مسؤول لكن لبسك للتقية وللمعلومات اللي انت بتأكدها وللتعليمات اللي انت بتحاول تطبقها بناقضها عدم التزامك فيها. تمام، طيب هاي شغلة مهمة انه انا اكون قائد في كل شيء، انه انا احاول اطبق الشيء على نفسي قبل اطبقه على زملائي على عملائي على المحيطين في الشغل في السراوندينج بتاع الشغل ده. طيب في واحد اللي هو رأفت كمان حكى فهم التفاصيل. طب هاي فهم التفاصيل لحالها يعني محاضرة، لو بنحكي فيها محاضرة كاملة، شو أفهم التفاصيل؟ تفاصيل أي شيء في هاي المؤسسة لازم أكون أنا قادر إنه أنا أحل مشاكله، قادر إنه أحط بدائل في حلول مشاكل، قادر إنه أنا أقلل التكلفة في أي موقع كان، قادر إنه أنا أنهض في أي لحظة، قادر إنه أنا أحافظ على الإنتاجية، كل هاي التفاصيل، قادر إنه أنا أصلح الماكينة الفلانية مش ممكن حدا يصلحها غيري، قادر إنه أنا يعني أوفر بدائل لهاي الماكينة إنه تشغلها بنفس الجودة بسعر أقل وما إلى ذلك. كثير شغلات، يعني كثير شغلات، هاي التفاصيل مهمة جدا. التفاصيل هاي ما بتقدر تأخذها أنت مرة واحدة، أنت بدك تمشي مع المهندس سين والمهندس صاد والمهندس عين، بدك تستفيد من مهندس ألف والمهندس باء والمهندس ياء، بدك تقعد مع مديرك، بدك أنت تكون عندك باك جراوند عن الشغل اللي أنت بتشتغل فيه اللي بدك تشتغل فيه واللي رايح تشتغل فيه، بدك تبقى زي ما حكينا تعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه. كل هاي الشغلات مهمة جدا مهمة جدا على أساس إنه إحنا نقدر إنه زي ما حكينا نتقدم ونتطور في هاي الوظيفة. تمام، طيب إذا أنا ما فزتش دائما، مهم جدا إنه إحنا بنعمل رقابة على الإنتاجية أو رقابة على أفعالنا وأعمالنا في المس. يعني أنا إذا دائما ما تقدمتش إنه أنا أعمل رقابة، إنه هاي الرقابة تقدر تحمي لي شغلي اللي أنا فيه، المؤسسة اللي أنا فيها ما أوقعهاش في خطأ. تمام، ما أقود المؤسسة نتيجة إنه أنا شايف إنه 1 2 3 صح، أقودها إلى مكان يعني لا يرغب فيه أحد، خلينا نحكي هيك، أو إنه أنا أبطل أسمع من زملاء او ابطل اسمع شكاوي العملاء. هذا كله مناقض للإشي اللي نحكي فيه. انت دائما بدك تكون تسمع وتستشير وتاخذ بالاراء وتسمع النصائح وتحاول تعكس كل هاي الشغلات اللي انت بتجمعها بطريقه معينه، بما انه انت اكسبرت في الكوميونيكيشن، تعكسها على المؤسسه بنتائج ايجابيه وتطور في علاقات هاي المؤسسة وفي إنتاجية هاي المؤسسة. طيب
في عندي انا طبعا سوليوشن، او اللي خلينا نحكي الحلول. الحلول اذا انا وصلت مرحله في اي مؤسسه في الدنيا او في اي مصنع او في مكان، انه انا قادر نعمل مونيتور على الحلول تاعتي، او قادر اعمل مونيتور على الجوده تاعتي، قادر اعمل مونيتور على الامبلويز تاعي. طيب عارفين احنا شو مثلا، انا لو بدي اجي اعمل انا مونيتور، كيف ممكن المونيتور هذا افرضه على في الموقع او في المكان؟ كيف؟ او شو انواع الرقابه اللي ممكن انا، او الضبط اللي ممكن انا اعمله، تمام، على اساس انه احافظ على جوده العمل. خلينا نحكي جوده كلمه كبيره جدا، خلينا نحكي جوده العمل. طبعا المونيتور عباره عن يعني رقابه باشكال. هنا حاطين احنا، انا حاط ثلاث من او انه ثلاث من الاشمل، اللي هو الكلوز مونيتور. طبعا هذا كلوز مونيتور اللي هو المونيتور اللي بيصير او اللي بيتم بشكل دائم، اما يومي او ساعي او شهري، يعني حسب ما انا عندي المنتج او الخدمه اللي بقدمها كيف ماشيه، بسوي عليها رقابه. يعني ممكن انه انا في مصنع مثلا، خلينا نحكي حديد، انا كل ما يطلع عندي منتج حديد بفحصه، هذا بعمل عليه رقابه. مثلا في خلينا نحكي في 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 مستشفيات، على الاجهزه الطبيه كل 6 اشهر بروح بعمل كالبريشن على الاجهزه هاي، على اساس انه تعطيني الريزلت صح، تمام. فانا بختار المونيتور حسب ظروف عملي. طب الريجل المونيتور بحكي كيف انا ممكن اطبقه. يعني انا بكون عندي برنامج، هذا البرنامج انا اللي بنسقه، او انا اللي بوضعه، او انا اللي بحطه حسب آلية العمل عندي في المؤسسة، تمام. وبعمل انا فحص بناء على البرنامج اللي بحطه، ممكن 3 مرات في اليوم انا افحص الشغل تاعي. طبعا مو انا بحكيش في كمصنع، انا بحكي كعبد. مثلا انا قاعد على الكمبيوتر، ممكن انا كل في اليوم 3 مرات اجي اشوف انا شو عملت في هذا اليوم، افحص نفسي، افحص شغلي، في الاوراق اللي اشتغلتها، في المعاملات اللي كملتها، في الالات اللي صلحتها، في اي شيء انا فيه برتب البرنامج تاعي. وبعمل انا فحص منتظم، انا الفحص هذا انا اللي بقرر كيف بيكون ومتى بيكون. وفي عندنا الاخيره اللي هي من المونيتور، اللي هي انه انا اجي يعني احكي انا شغلي ماشي تمام وفي هاي المؤسسه، والشغل هذا يعني مشاكله تحكي قليله، تمام. فبلزمنيش رقابه عاليه، ليش؟ لانه الشغل ماشي كما جد، مع انه الاشي هذا في ريسك. بس في شركات او في مؤسسات خلينا نحكي بتطبق هذا النظام، لانه بتعتبر نفسها يعني مؤسسات احترافيه، فبتقول انه انا باجي بحط الحلول، تمام، بناء على المشاكل الغير متوقعه اللي ممكن تصير في هذه المؤسسه. يعني مش متوقع في مشاكل، لكن حلولي ورقابتي على هذا الشغل بكون للمشاكل اللي بتصير او ممكن تصير وبتكون غير متوقعه، فهذه بتكون رقابه احترافيه، تمام. ما بدنا ندخل في تفاصيلها لانها كمان هم، وعشان تكون عارفين الكتب يعني لهذا النوع من الرقابه بتختلف في مواضع معينه، وكل مؤسسه كل خلينا نحكي باحث بفكر كيف ما بده في هذا الموضوع. بقول لك انا مش ممكن انه انا اكون بس حاط حل لان اكسبكتد بروبلمز، يعني ممكن تصير عندي، كيف بدي اعمل هذا الكلام؟ قول لا يا عم تعال، انا عندي مؤسسه، خلينا نحكي هاي المؤسسه بتتعامل مع المؤمنين اللي مؤمنين على السيارات، تمام. شو ممكن انه يصير عنده انا مشكله في شخص شرى سياره وامنها عندي؟ طب انا قوانين التامين عندي واضحه، وكل شيء واضح عندي، وكل شيء مرتب كما يجب، وقانونيه ماشي. شو الانسبكتد بروبلم ممكن تصير عندي؟ بقول له واحد لا يا عم تعال، انت ممكن انت تحكي انه انا يعني ليش فصلوا التامينات، انا بحكي لكم ليش فصلوا التامينات في الابتر، انه انا كان ابن اختي ماخذ السياره ومش حاط النسائق جديد ورا، وصوى حادث، تمام، بس هو معاه رخصه ومدخله على التامين. طيب هاي قصه يعني بدك انت ترجع لكل الكتب عشان تعرف كيف بيشمله وكيف بيشملوش. طب ليش فيش حدا جنبه؟
ففرضوا انه يكون في واحد جابه بما انه هو اقل من السن اللي ممكن او اقل من الفتره اللي قضاها في فتره السائق الجديد. فببلشوا اللي هم الخبراء او المفتشين في شركات التامين يطوروا من هاي القوانين عشان يتجاوزوا هيك مشاكل. فبقول لك المشكله الغير متوقعه انا بعمل عليها رقابه، بما انه انا الرقابه بتاعتي موضوعه مكتوبه على دفاتر، فما بحاول يطور لانه كل شيء مغطى عنده في عليه رقابه. اتمنى تكون وصلت. طيب لو اجيت انا سالت سؤال، احنا خلينا مش بدنا نتعبكم في الاسئله شوي. لو اجيت انا حكيت محمد غول كاتب تشيك ليست، يعني اي بني ادم في الدنيا ما عندوش تشيك ليست، تشيك ليست لو بيشتغلش، لو قاعد في الدار لازم يعمل تشيك ليست. ليش محمد؟ لانه يعني مستحيل يكون في بني ادم بفكر في حياته ينجح وفيش عنده ليست في اليوم. يعني انا كيف بدي، ايش بدي ابلش يومي؟ يعني واحد بصحى على الساعه واحد الظهر، تمام، خلينا نحكي بيشتغلش مسائي، ليش بصحى على الظهر؟ يعني بدهاش كلام، لازم يكون عندي ليست، سواء الليست كان في دوامك اثناء فترات مسائيه او صباحيه، المهم يكون عندك ليست وانت بتعملها. وكل ما وسعت الليست بتاعتك هاي اتاكد انه انت راح توصل قبل للزملاء جميعا، زملائي يعني. اي واحد ممكن اي واحد ممكن يوصل سريعا بيكون عنده تشيك ليست اطول فبتعب اكثر، تمام. منذر، انترنال اوديت، الانترنال اوديت منذر، يعني اي شركه بالدنيا ما عندهاش انترنال اوديت مشكله، تمام. خلينا نحكي عن خاصه المصانع، الانترنال اوديت هو يعني خلينا نحكي اللي هو الكواليتي اشورنس بالمؤسسه، هو الكواليتي اشورنس مؤسسه، وهذول الناس اللي هم مدققين سواء كانوا ماليين او مدققين جوده في داخل المصنع او الليد امبلمنتيشن، خلينا نحكي من الناس الليد امبلمنتيشن اللي بيكونوا قبل الانترنال اوديت، هذول او يعني اقل منهم، هذول ضروريين. انترنال اوديت، ليد امبلمنتيشن، الكواليتي اشورنس المجدين، خلينا نحكي مخونة كريم، بعرف اللي هم الاستشاريين، هذول ناس مهمين، هذول هم الناس اللي بيطوروا بيقدموا. هذا شغل اصلا، هذا صلب المهندس الحديث، انه كيف يكون قادر انه يجمع بكل هاي الشغلات في شخص واحد قادر انه يوفر على المؤسسه ويديرها على اعلى مستوى، يكون قادر انه يلبي كل احتياجات المؤسسه من هذول الاشخاص اللي هم بيشتغلوا بفكروا بيطوروا بحلوا وما الى ذلك. طب احنا لو سالتكم سؤال، عرف لي النجاح بكلمتين، النجاح بكلمتين، يعني حاب انا اسمع منكم النجاح بكلمتين بس مش اكثر. تمام. تمام. هلا لو جينا احنا عملنا افريج للكومنتس الموجوده عندنا في الشات، راح نشوف انه تحقيق الهدف هو الاخذ الريت الاعلى. ليش؟ بما انه انا بحكي عن نجاح معناته انا وصلت لهدف ممتاز 100%، بس هل بقدر اقول انه غلط اللي حكته سلمى، الانجاز والرضا؟ لا، الانجاز والرضا مهم، الاستمرارية مهمة، بدون ما استمرارية بدون إنجاز ورضا ما راح أوصل للهدف. بدون ما أكون أنا زي حط كمان زميلنا هون رحلة سعيدة، يعني طالما أنا عندي ساتسفاي عن نفسي، تمام، صدقوني راح تكون رحلة سعيدة. بس إذا أنا بطبقش الشغلات اللي حكيناها واللي بنحكيها واللي بنحاول أصلا مع بعض نوصل لها كموظف قادر إنه يكون متواصل مؤثر في شغله في عمله، ما راح يكون عندنا رضا عن نفسه، وبالتالي لن تكون رحلة سعيدة يا رأفت. مثابرة واستمرارية مهمة جدا، وصول للهدف هو تعريف النجاح، تحقيق الأهداف هو النجاح ولا شيء غير ذلك. باقي الكلمات اللي حكتوها ممتازة للوصول للهدف ولكن لا تعني النجاح. بدك تستمر، بدك تفشل أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، وراح تشوف ناس راح توقفك، وراح تشوف مدراء راح تبهدلك، وراح تشوف ناس راح يقول لك أنت فاشل، لكن العمر
هاي شغله واحده، العمر والعلم، العمر والعلم وتحقيق الاهداف مش بايد حدا، هذول بايدك انت. العمر انت بتقول خلص اكتفيت من العلم، خلص انا زلمه زي ما حكينا انا وزميلي اياد بدنا بي 12، خلص انت خلص حكمت حالك ان انت بتنسى. لا انا بنساش، انا عندي بتذكر مثلا، انا بحاول. اللي بيرجع يدرس عمره 70 سنه شو مشكلته؟ هذا عمر ما عندوش مشكله، فما هذا عمر في الموضوع عقلي كان ان انا عمري 70 سنه، لا شو بده يوديني بعد ما شاب ودوه على الكتاب؟ مو انا عمري راح انجح واخلص توجيه. اذا بتفكر انا في الناس اللي بتحكي هذا الكلام، لا انا عمري 50، العمر مجرد رقم مقابل انجازاتك واهدافك واستمراريتك ومثابرتك وسعيك خلف الوضوح وسعيك خلف النجاح وسعيك انك تكون انت قادر انه تتقلد اكبر الناس في اكبر المؤسسات، قادر انك تحل المشاكل لاكبر الشركات وما الى ذلك. هذا ضروري جدا يا اخي. تمام. هلا انا الحلول تاعتي دائما بقدمها لازم اعملها تيست، والتيست هاي مش لازم تكون الا بيني وبين نفسي. الحل اللي انا بعمله اثناء عملي ببين معي اذا هذا الحل ممكن يكون صح او غلط بناء على حلول سابقه وبناء على حلول انا بقترحها للشركه ولنفسي. بختبرها بناء على ظروف العمل بس، لكن لازم اكون خلينا نحكي متاكد انه هذا الحل هو الانسب في هذا الخلل او في هذه الوضعيه. عشان هيك انا لما بعطي الحل بكون عامل له تيست، ممكن انا اتفوق على اخرين اعطوا حل لكن مش معمول له تيست ونجاحه غير مضمون. هلا انا لما بعمل انا الحلول هاي وبعملها تيست تمام، بتجنب مشاكل ممكن تصير في المستقبل، هذا شيء مفروغ منه. ولا وبتعلم كمان، وبتعلم انه انا عندي يعني اي شيء في الدنيا عشان يكون عارفين بصير هو عبارة عن عملية تمام. العملية هاي في إلها إيش؟ أي شيء بنعمله نحكي في إلها نظام. النظام هذا شو بحيط فيه؟ المحيط، السراوندينج. يعني عندي سيستم وعندي سراوندينج تمام. السيستم هذا شو اللي بيحكمه؟ بيحكمه الشخص اللي بيدير السيستم والسراوندينج تاعه. السراوندينج كان خلينا نحكي زبائن، خلينا نحكي مؤمنين، خلينا نحكي مساهمين، بارتنرز، اي شيء بدك اياه تمام. هلا كيف انا بقدر انجح في هذا السيستم؟ بناء على اداره علاقتي في هذا السيستم نفسه ومع السراوندينج. فعشان هيك احنا بنحكي العلاقه وادارتها والتواصل المؤثر فيها شيء مهم جدا جدا جدا. صدقوني اهم شيء. يعني انت شو تقدم للشركه؟ اول شيء بيسالوك عنه اللي هو مهاراتك تمام. بتحكي انا بشتغل تحت الضغط، انا بشتغل وذ تيم، خلينا نحكي هيك فليكسبل، مش تاف، وما الى ذلك. هاي مهارات. بحكي لك شو السكيلز تاعتك، بتحكي له انا مثلا خلينا نحكي كمبيوتر ساينس، الكمبيوتر ساينس تاعتي منيحه مثلا، ديل وذ اوفيس وورد اكسل وما الى ذلك. بتحكي له فاميلر مثلا، فاميلر مع الامبلويز، يا مع الورك وذ امبلويز. خلينا نحكي شغلات كثيره، يعني شغلات كثيره انت ممكن تحطها في السي في. طيب اللي بيضبطها ايش في الاخر؟ بقول لك حط مرجع او بقيدك في دوكيومنتس انت ممكن تعبيها. الشركه صارت تعمل يعني اختراع لاوراق انت بتعبيها وبناء عليها بيقيموك. المؤسسات الكبيره اليوم بتخترع نماذج او بتحط نماذج بطريقتها انت تعبيها على اساس انها تقرر انه انت شخص مناسب لهذا المكان او لا. فاحنا لازم نكون مطلعين على هاي التطورات تمام، ومنطبق في القدرات او مش نطبق في الافكار وطريقه التواصل وطريقه العمل وكل ما ذكر في هذا النقاش اليوم، المثابره والالتزام في الموعد والالتزام في تطبيق القوانين للاخرين عشان نقدر نوصل. لازم نكون احنا بروبلم سولفر، لازم يكون عندنا نعمل برين ستورم السريع، لازم يكون عندنا نكون احنا كريتيكال ثينكر، وكثير شغلات. يعني كثير شغلات احنا لازم نكون ملمين فيها تمام، على اساس احنا نكون قادرين انه احنا نتطور ونتقدم. كيف بتثبت نجاحك انت في كل ما ذكر؟ انتهى الموضوع. انه انا بنفعش اقول انا شخص ناجح وكل الموظفين بيكرهوني.
في مشكلة. بينفعش أنا أكون شخص ناجح تمام وفلان بحل لي المشاكل تاعت المؤسسة، كمان في مشكلة. هذه المواضيع تمام ما أو مش ممكن أنها تستمر، يعني إذا أنت بتحل المشاكل راح يبين إنه فلان بحل المشاكل مش أنت، إذا أنت بتصنع القرار فلان بيصنع القرار مش أنت، إذا أنت عندك قدرة إنه أنت تحط خطة في هاي المؤسسة والخطة هاي تكون ناجحة فلان اللي بيعمل هاي الخطة، إذا فلان في هاي المؤسسة هو الشخص اللي بيكون مرجعية لزملائه فلان راح يبين إنه الشخص المرجعية. فإنه أنت تعمل إنه أنت القائد وبالحقيقة من حولك يعني هم القوات، هذا إشي واضح وببين بالنهاية، يعني ما مش ممكن احنا نتستر فيه. فضروري جدا انه احنا نثبت نجاحنا ونثبت اللي الاشياء اللي نحققها على ارض الواقع في الميدان. طيب إيه، انت عارفين احنا بنعرف شو معنى ريسك؟ طبعا الريسك الخطوره تمام. ايش الخطوره وكيف احنا ممكن نعمل مانجنج للريسك وكيف ممكن نعمل افويد للريسك؟ هلا انا كموظف عندي صلاحيات تمام، والصلاحيات هاي اذا تجاوزتها ممكن انا احط حالي في ريسك، انا في غنى عنه صحيح، وممكن اذا تجاوزتها وسويت شديد ممكن انا احط حالي في موقف اطور فيها المؤسسه. طب كيف انا ممكن اعمل مانجي لهذا الريسك؟ انا لازم يكون عندي ايش؟ دراسه للكيس اللي موجود. الكيس هذا كيف ممكن ادرسه؟ لازم انا اكون اقل ما يقال شخص خبير في مجاله، عنده معلومات. يعني مش ممكن انا اخش على شغل اقول لي في شهر واجي اقول انا بديش المراوح في احواض التبريد بعد ما يطلع الالمنيوم من الفرن. ليش؟ لانه المراوح بتكلفني كهرباء. طب ما هو اذا ما تبردش منيح الكوت اللي حط اللي الا ساعه ونص مشتغل عليها مش راح تلزق على الالمنيوم يا ابو العريف، ما هو هيك راح يحكي لك المدير وتخسره كذا مبلغ ويقول لك الله يسهل عليك بعدين. انت حطيت حالك في ريسك وحطيت بضاعة الشركة في ريسك وضيعت المصنع اللي انت جاي ولك الشهر. فهيش ضروري جدا الريسك اذا بدي فوته بناء على دراسة، والدراسة هاي بتكون من بيئة العمل اللي انت فيه. نقطة وسطر جديد، منحكيش فيزياء ولا راح نحط قوانين. الريسك بناء على انه انت تكون اكسبرت في المجال اللي انت فيه. كيف ممكن تكون اكسبرت؟ الزمن، التجارب، الاشخاص اللي انت خلقتهم هم اللي ممكن تقدر تحكي انه انا هلا خبير من خلال وجودي مع هاي الاشخاص وفي هاي الفترات. الترابس، عارفين شو معنى الترابس؟ الترابس يعني فخ. كيف انا ممكن اتجنب الفخ؟ انا ممكن انا اجي احكي اجعل مثلا، طبعا بحكي مثال انت بتقيسه على مكان العمل اللي انت فيه. باجي اقول انا كعبد اليوم حليت المشكله سين مع المؤمن الفلاني، اجى بده ياخذ البضاعه، فانا حطيت البضاعه فيها سكراتشنج وفيها بابلز، حطيتها في اخر المشتاح، فمش راح تبين مع الزبون لانه الانسبكتور تاعهم بالعاده بس بفحص اللي فوق. هذا 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 فخ، هذا فخ لك وللمؤسسه. اول شيء بس يوصل البضاعه راح تنفتح ممكن، وبعد ما تنفتح راح تنفحص من تحت. انت خسرت اول شيء زبون، المصداقيه اللي حكينا عليها اول شيء راحت، هي النواحي العلميه المأخوذه على هاي المؤسسه انها مؤسسه عندها الجوده او ضمان الجوده عندها عالي كمان راحت، وكلفتهم كل شيء ممكن يكون تابع لهاي المشكله انت كلفتهم اياه تمام. فهذا تراب، هذا فخ، انت وضعت نفسك في فخ، وضعت المؤسسة في فخ. طيب هنا انا في سؤال لو بدي اسالكم اياه، طبعا بدي اجوبه عليه طبعا من جميع الحضور عشان اكد المشاركه برضه. لو انا سالتك عن اي اكثر شيء انت متذكره في هذه المحاضره، ايش الجواب يا اخوان؟ جاوبوني، ضروري أسمع منكم جوابات.
السؤال، شو أهم شيء أنت شايفه في الإشي اللي حكيناه يعني في أثناء المحاضرة؟ تمام، طيب تمام. يعني واحد من الشباب حاط انه معنى النجاح يكون مديرك سعيد، صح؟ يعني اذا كان مديرك سعيد معناته انت صوت كل شيء صح. بس في شغله احنا يعني غايب عن بالنا، قبل ما احنا نخلي مديرنا سعيد لازم احنا نكون سعداء. كيف ممكن نكون سعيدين؟ يعني واحد بيقضي 8 ساعات في عمله، مش ممكن يكون مش سعيد في شغله، تمام؟ لانه اذا مش سعيد مش راح يكمل. كيف وانا ممكن اكون سعيد يعني بالشغلات اللي حكينا فيها. برضو احنا راح اخلي بالنسبه للسلايدات، راح ابعتهم على اذا حد بيهم ياخذهم، مش مشكله. كمان اهم شيء في اللي حكيناه سابقا، انه انت تكون قادر على انه تدير علاقتك، تحدد اهدافك، تكون قادر على الابتكار، تكون قادر على حل المشاكل، تكون قادر على انه انت تعمل عاصفه من الافكار في اي وقت وفي اي مكان، على اساس انه انت تكون شخص فاعل، تمام؟ هنا احنا بنحكي عن المانجنج ريسكس. لازم احنا نكون احنا يعني بعيدين عن المخاطر، ولازم نقيم هاي المخاطر ونعمل تقليل لها دائما عن طريق اختبار المخاطر اللي صارت سابقا ولا واللي راح واللي ممكن تصير في الايام القادمه. ولازم احنا دائما في اي مؤسسه في الدنيا نطور شيء بسموه الفول باك بوزيشن، على اساس انه احنا دائما ما نبلش من الصفر، نكمل. يعني انه حتى لو صار احنا وقعنا في ريسك، او وقعنا في خطا، او وقعنا في مكان احنا بدناش نكون متواجدين فيه، ما نرجعش من الصفر نعيد، لا، نكمل مكان موقعنا، تمام؟ فاحنا بنثبت مكان لنا على اساس دائما انطلاقتنا ما تكونش من الصفر، ونحافظ على مجهودنا ونحافظ على وقتنا. ولازم في اي مؤسسه دينيه الناجح، طبعا انا بحكي منها، يكون في everyone informed، يعني كل شخص على اطلاع. يعني مش ممكن انا اسلم مؤسسه لشخص، تمام؟ انا بحكيش عن الجميع، بحكي في حالات اكسبشنز طبعا، لشخص يعني خلينا نحكي في اي لحظه ممكن انه يغادر هاي المؤسسه ويتركها على في نص البحر مثلا. لازم الكل يكون يعرف اذا غاب زميلي اقدر اشتغل عنه، اذا غاب مسؤولي اقدر احل المشاكل عنه، وما الى ذلك. فانه انا اكون عندي الموظفين جميعا على اطلاع، هذا شيء مهم جدا، وشيء ومعلومة لا يستهان بها في مكانة العمل الحديث، انه كل شخص في المؤسسة لازم يكون يقدر انه يشتغل في اكثر من بوزيشن بنفس الجودة. احكي عنهم. طب الصورة اللي قدامنا هون اللي هي زي ما شايفين، يعني شايفين احنا مجموعه اشخاص اللون كله اسود، في شخص لونه احمر. الشخص هذا يعني ممكن يكون يحمل افكار مختلفه عن الموجودين في معاه في الصوره نفسها. هلا بيجي واحد بيقول لك لا، الموت مع الجماعه فرج. ممكن كل هذول الاشخاص يكونوا على خطا وهذا الشخص هو الصح. ممكن كل الاشخاص هذول يصيروا احمر زيه، تمام؟ كل هاي الشغلات اللي بحققها واللي بسعى لها هو انت مش غيرك.
اذا كان كله احمر فانت مش ضروري تكون احمر، واذا كان كله اسود انت مش ضروري تكون اسود. الضروري انك تكون انت كيف، انت كيف تعلمت، كيف شايف صح، كيف انت بنيت ثقافتك، كيف انت بنيت مبدأك في هذا الشغل، في هذه الوظيفة، تمام؟ كيف انت بنيت شغلك، انت بتكمل كيف انت. والشغلات الصحيحة لا تخفى. انا بكون في مؤسسة وعندي فكري ومبدئي وقدراتي بعكسها على الجميع، ما حدا بيعكس علي شيء. ضروري جدا هذا الموضوع. فموضوع اللي هو اللي خلينا نسميه وينه الهيرت افكت، اللي هي التأثير القطيع، يعني هذا موضوع خطير جدا. انت بافكارك كمان، انت بالشغلات شو صح، انت بقراراتك، انت بالنجاحات اللي بتحققها، انت اللي بتقود المؤسسه للطريق الصحيح بناء على شغلات انت دارسها، عملها تيستينج. السلام عليكم. وين نتواصل مع وياد نشوف وين المحاضر؟ يلا هسه ممكن فصل انك عندك ممكن عذرا يا شباب، بس خلينا نشوف المحاضر يمكن فصل النت عنده. يعطيكم العافية شباب، لحظات إن شاء الله ويرجع المهندس عابد.
يعطيكم العافية. سمعني؟ نعم، كمل باشمهندس. أنا آسف، بعتذر، وصل عندي الإنترنت عن الجهاز. شو نعمل شيرينج بس سكرين؟ واضح هيك باشمهندس؟ نعم، واضح، نكمل. تمام. يعطيكم العافية، أنا آسف كمان مرة بعتذر، تفصل عندي الإنترنت، لكن إحنا خلص إن شاء الله خلصنا يعني. زي ما حكينا، أهم شيء موضوع اللي هو حكينا فيه، موضوع القطيع، وإنه أنا كيف أتبع القطيع في أفكاره، في الشغلات اللي بتكون موضوعة من سنين. يعني لما بكون أنا حاط أهداف في مؤسسة معينة، الأهداف هاي تبنى حسب قوانينها، حسب الضوابط بتاعتها، وكل ما يضبط ذلك شغله واحده هي الإثكس، اللي هي الاخلاقيه بتاعت المهنه. غير هيك ما في شيء يضبط طريقه تفكيرنا، رؤيتنا، احلامنا، اهدافنا، افكارنا، الشغلات الجديده ممكن نحدثها، ما في شيء يضبطها الا الإثكس. الإثكس وما غير ذلك يعني مستحيل انه يكون ضابط لنا. هذا لا يعني انه انت تتمرد على المؤسسه فيها، لا، انت لما بتكون موظف مسؤول او مهندس تكون قادر انه تعرف. اصلا انت لما تكون رايح تقدم في الوظيفه تكون عارف كل شيء عن تفاصيل هي الشركه. اليوم الصح انه انا لما اروح اقدم مثلا في، خلينا نحكي، في شركه تصنيع ابواب فولاذيه، اكون عارف الشركه هاي كيف ماشيه، كيف تشتغل، ادارتها، منتجها، عايش بتدور، رؤيتها، استراتيجيتها وما الى ذلك. فانا بكون عارف هاي الشغلات، الخطه تاعتي بتكون محطط، والالتزام والانضباط تاعي اللي انا دائما بسعى له، وتطوير شخصيتي وامكانياتي في هذا، في اي مؤسسه بحققه من خلال معرفتي في هذه المؤسسه. هذا شيء مهم جدا. الكريتيكال ثينكينج، طبعا اي شخص، اي بني ادم بالدنيا بحب انه يكون جنبه انسان قادر انه يفكر في مواقف حرجه. يعني يكون عندي مشكلة، هاي المشكلة يعني مش بحاجة انه اقعد، فيش مجال انه انا اقعد اناقشها، بدي حل. فبدي واحد يفكر بهذه النقطة ويجد لي الحل اللي يطلع لي من هاي المشكلة، ويعطيني الفرصة انه اقعد مع نفسي واقعد مع شركائي وافكر ليش هاي المشكلة صارت، بعدين كيف ممكن انا اتجنبها، وممكن احسن من الامور اللي عندي عشان انا ما اتعرضش هيك مشاكل. يعني الشخص اللي قادر انه يكون كريتيكال ثينكر هذا شخص دائما محبب في اي مؤسسه في الدنيا، قادر انه يوجد حلول للمشكلات في اوقات صعبه وضيقه، تمام؟ وبعد حل هاي المشكله او الخروج منها، يعني بعطيك مساحه انه انت تفكر وتقدر انه انت ترتب امورك. فالكريتيكال ثينكر مهم جدا تكون يعني صفة موجودة في أي في أي شخص أو في أي مهندس، لأنها شخصية محببة عند الجميع. فكيف ممكن أنا أكون كريتيكال ثينكر؟ من خلال تجارب، من خلال معلومات، من خلال تعليم، من خلال إمكانيات أنا بوضحها في طريقي دائما. يعني أنا لما بكون أقرأ كثير بكون عمالي بقرأ مشاكل أكثر من غيري. الشخص اللي بوقف عند مشاكل معينة هو بس شاف هاي المشاكل، بس الشخص اللي بيطلع على مشاكل غيره بيقدر انه يتجنب مشاكل غيره والمشاكل اللي عنده في المؤسسه. الشخص اللي بتطلع على الامكانيات اللي ماشي فيها السوق بيقدر يطور شركته على الامكانيات اللي ماشي فيها السوق وما الى ذلك. قديش انت بتجمع معلومات، قديش انت ممكن تكون كريتيكال ثينكر، قديش ممكن تكون بروبلم سولفر، قديش ممكن تكون انت انسان كرياتيف. ممكن يعني ان شاء الله، يعني احنا بنتامل انه نحن نكون احنا انوفيتيف كمان، مش انه كرييتيف بيبول. فقديش انت بتقرا، قديش انت بتتعلم، قديش بتتطور، قديش بتحضر محاضرات، قديش تتدرب، قديش تسعى خلف يعني او بتثابر خلف المعلومات الجديده والقيمه، قديش انت بتكون قادر انه تكتسب هاي الصفات والمواصفات. يعني احنا اذا ملاحظين شغله او لاحظنا شغله في اهميه التواصل، انه اول شيء يعني خلينا نرتب اللي حكيناه كالاتي. اول شيء انه انا اكون شخص يعني عنده وضوح في رؤيتي وهدفي. يعني اذا الشركه،
يعني انت عباره عن نظام صغير، انا كشخص كعبد نظام، عباره عن نظام. انا كنظام عندي رؤيه، عندي اهداف. هلا انت لما بتفوت على بروفايل الشركه بتاعتي بكون حاط لك الرؤيه تاعته والاهداف تاعته، بكون حاط لك الجوده تاعت الشغل اللي بيقدمه وما الى ذلك. طيب انا نفس الشيء، انا عبد عندي برضه رؤيه لنفسي بعد 10 سنين، ممكن اكون عندي اهداف بدي اسعى لها واحققها في خلال فتره زمن معينه، وعندي كمان جوده. هاي الجوده اللي هي انا بعطيها يعني بقدمها من خلال عملي في اثناء عملي، هي اللي بتحكمني انا انه انا اتميز عن فلان وسين وصاد من الناس. مش الشركات تتميز بجودتها، انا كمهندس عبد بتميز في جودتي في الشغل، انه انا مثلا مرتب بعمل روبوتس بشكل دائم، بشكل شهري، بشكل يومي، بعمل خطط تحسينيه دائمه، بحل المشاكل بشكل سريع، بكلفش الشركه. هذه جودتي انا، انا الجوده تاعتي هون بتوقف علي انه انا اكون قادر على انه انا اطور من ذاتي واضمن جوده عملي في اي مكان كان وفي اي وقت كان. تمام؟ مهم جدا هذا الموضوع. هلا عشان انا اقدر اعمل كل اللي حكينا فيه، زي ما حكينا بده يكون عندي رؤيه، في عندي وضوح، بده يكون عندي قدره على خلق العلاقات تمام مع الجميع، مع المحيط، بده يكون عندي قدره على حل المشاكل، بده يكون قدره عندي على حل او اللي هي اعمل اداره للريسك، بده يكون عندي انه انا اقدر اعمل افويدنج للترابس، بده يكون عندي قدره انه انا اكون بروبلم سولفر، بده يكون عندي قدره اكون كريتيكال ثينكر. كل هاي الشغلات شوي 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 يعني بترتبها انت في عقليتك، في ثقافتك، في داخلك كيف بتحب، لكن بترتيب وبمنطق بتلاقي حالك في المحل اللي انت حابب تكون فيه، في المكان اللي بتحب حابب تكون فيه، وبالوضعية اللي انت حابب تشوف حالك فيها. شو الممكن اللي ممكن اللي يخلي يعني خلينا نحكي المعوقات اللي ممكن انا تواجهني اثناء التفكير، يعني انا كشخص باجي بفكر، شو اكثر شغلات بتخلي الانسان يعني يكون تفكيره محدود او تفكيره مش ايجابي بدرجات عاليه؟ يعني لو اجيت انا حكيت المجتمع، مجتمع بدي احكي مجتمع، ممكن والله بدي افتح مشروع، انا هذا المشروع لرعايه المسنين تمام، بدي اجيب 5 اللي هم بسموهم اللي هم يعني مرشدين، مش ممرضين، مرشدين، هذول تحت الممرضين عشان يحافظوا على هذول المسنين. المجتمع تاعنا برفض فكرة انه يكون في ابو في هذا البيت، بس حقيقة هو بيرميه في الشارع. طب انا مشروعي لو عملته، فحقيقة في ناس بيعازت هاي الشغلات، لكن القيم المتطرفة يعني الاوتلاير بسموها منعتني ان افتح هذا المشروع، لانه الناس شايف انه هذا الحكي مش متوفر عندنا. طب فعليا الناس بتروح على اماكن ثانيه في اماكن بعيده. طب انا ليش ما فتحت هذا في بلدي؟ لانه انا القيم اللي فيها الموجوده في بلدي يعني جايه عكس السير مع الافكار تاعتي. فانا اللي هي القيم المتطرفه الموجوده، المجتمع تاعي شو فرض، العادات اللي موجوده عندي، العاطفة، يعني والله ما في حدا بيترك أبوه، عاطفتي منعتني إنه أفكر إنه فعلا في حدا بيترك أبوه. فهذا مثال بيجمع كل هاي الشغلات الموجودة قدامكم مذكورة. هنا عندنا تقييم البدائل تمام، دائما لما بتسوي بدائل أنا لازم أعمل تحليل، ولازم أعمل تقييم، ولازم أعمل تقييم خيارات كمان، ولازم أثبت إن الخيار احسن من الحل الموجود عشان اعتمده. يعني في كل مرحله عشان اقدر انا اثبت حل، لازم انا ااكد انه هذا البديل احسن منه. كيف بدي ااكد هذا احسن منه؟ يعني باجي بحكي انا بدي اجي انا كعبد ماشي يعني بدي اشتغل في تصنيع الدواء، عشان اجي احكي انه هذا الدواء بخدم مثلا وجع الراس تمام، لازم اعمل انا تجربه على مين؟ على فولنتيرز، على متطوعين. هلا اذا انا شربت المتطوعين وقلت له هذا الدواء الجديد هو الاصلي،
وشربت الثاني وقلت له هذا ده المزور، تمام. هو الثاني هذاك اللي قلت له مزور بده يموت من الخوف، طبيعي. لازم انا ما احكيش لهذا ولا لهذا انول الدواء الصح او الدواء الغلط، واشربهم اياه، وبناء على الشيء اللي بيصير معهم اسجل نوتس، وبناء عليه اقرر انه هذا غير الداتا اناليسيس اللي بتعملها على الدواء نفسه، اشوف انه اذا كانت الانجريدينت اكتف الماده الفعاله في الدواء هذا منيحه ولا لا، بناء على تحليلات تكون موضوعه في مختبرات، تمام، وبتكون عليها رقابه. لازم انا كمان مع الفرنتيز اشتغل كمان بطرق موضوعه اللي اقدر اثبت كلامي بمنطقيه، يعني مش انه انا اجي اتصرف بناء على اهوائي، انه انا بدي هذا الدواء يزبط. لا، انت بدك هذا الدواء يزبط، بدك يزبط ضمن ايثكس، في هنا في عندك هنا اخلاقيات، في عندك هنا ضوابط، في عندك هنا جوده، في عندك هنا كثير شغلات بتحكم شغلك، انت لازم انت تكون ماشي عليها ستيب باي ستيب عشان تثبت ذلك. فعشان هيك اذا بدي اثبت انا بديل، لازم اثبت انه هذا البديل افضل من الحل الموجود. You need to prove it. هنا يعني ممكن اخر شيء نحكي فيه لانه نتاخر عليكم الساعه، صارت 10 ونص، عشان مجازي في حد يحكي بشيء. هلا احنا لما حكينا احنا عن في موضوع العلاقات واداره العلاقات، او في موضوع التواصل واداره التواصل، شو الفرق بين الشخص المتواصل والشخص المتواصل مؤثر، كيف ممكن اكون انا انسان يعني عندي قدره انه اعمل كوميونيكيشن والكوميونيكيشن بتاعتها تكون مؤثره جدا، كيف ممكن انا اتطور، كيف ممكن انا اتقدم، كيف ممكن اضبط نفسي، كيف انا ممكن اضبط جوده عملي، كيف ممكن انا ادير علاقاتي، شو فائده كل هذا اللي حكيناه. يعني موضوع كثير في معلومات لكنها بسيطه، وزي ما حكينا ممكن تصير ثقافه بناء على ترتيب اللي احنا بنختاره لانفسنا. فلما اجي انا احكي انا هلا عبد محاضر بدي اخلص هاي المحاضره، وفي هاي المحاضره اللي حكيت فيها بدي من كل مهندس زميل حضر هاي المحاضره يعمل دايجرام، تمام، ويحط الاولويات اللي شافها مناسبه في المحاضره بتاعتي، ويقول هاي هي الشغلات لازم تترتب بالطريقه الاتيه. انت حكيت لنا معلومات بس مش مرتبه كما يجب، فانت بدك تعمل ديجرام جديد. ممكن باجي انا احكي بطلع على الديجرام بتاعك، بقول والله الديجرام بتاعك ممتاز، انت كيف ما بترسم الديجرام اصلا لهذا النوع من انواع المحاضرات بتشوفه صح. المهم هون الطريقه، كيف بدك انت ترتب هذا، او كيف بدك تعمل مايند ماب انت للكوميونيكيشن سكيلز، او هاو تو كوميونيكيت افكتفلي مع البارتنرز في 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 مكان عملك، بطريقه حسب دراستك للبيئه اللي انت فيها، حسب مكان تواجدك، حسب قدراتك، حسب المحيطين فيك والاشخاص اللي بيشتغلوا معك وما الى ذلك. كيف انت ممكن تتطور، كيف ممكن تتقدم، كيف ممكن انت تحقق انجازات اسرع. كل هاي الشغلات عباره عن دراسه لا اقل ولا اكثر، دراسه لا اقل ولا اكثر. كل واحد يعني مسمى مهندس قادر انه يكون عنده او قادر يكون كرييت نقطه سطر جديده. اي مهندس في الدنيا قادر يفكر، قادر يحلل، قادر يوضح حلول، قادر يطور، قادر يقود. كل هاي اكيد بالنسبه لك. انت كيف تبني معلوماتك، كيف بتقرر طريقك، كيف بتتحكم في سلوكياتك، كيف بتحكم افكارك واقوالك، كيف تتحكم في مشاعرك في عملك، انت بتختار الوقت الزمن ممكن تنجح فيه، تختار المكان اللي انت لازم تكون فيه، هذا اكيد. يعني هذا سؤال ممكن اساله، انا دائما بحب اساله، كيف انا ممكن اخلي رسالتي واضحه؟ كيف؟ يعني مهم جدا، معلش حملونا احنا شوي صغيره بس عشان ضروري نحكي فيها، احاول سلايدات بكون شارحها قبل في الحكي، بحب اتجوزها بس اللي مش حكي فيه لازم احكي فيه. ضروري جدا انه انا لما باجي اعمل او اوصل رساله، يعني خلينا نحكي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام،
لما حمل الرسالة شو كانت يعني معجزته غير القرآن؟ في حدا يعني عنده فكرة؟ طيب، أو أي رسالة سماوية، خلينا نحكي هيك باللغة العربية، أي رسالة سماوية كانت فيها معجزة صح؟ في عندي هذا الإسلام، حط في واحد نور، حط شق قمر، في واحد كان باللغة العربية، وممكن يكون في شغلات كثيرة، بس في إشي غايب عن بالكم كمان، كان هو في كمان يعني كل شهد فيها إنه كان في صفتين، الصادق والأمين. تمام؟ البلاغة هي مذكورة في القرآن، وكل والكفار كانوا عندهم بلاغة، بس هو كانت في صفة صدق والأمن، يعني كان صديق وأمين. تمام؟ فكانت هاي من الشغلات اللي خلت أعظم الأشخاص في التاريخ إنهم يتبعوه. تمام؟ ليش؟ لأنه كانت رسالته واضحة، كان هدفه واضح، كان طريقه واضح، ما طلع لحدا حواليه. هذا يعني أعظم الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فضروري جدا انه لما بدي اجي اوصل رساله، انا اول من يطبق هاي الرساله. تمام؟ زي ما حكينا، بدك تتبع اجراءات السلام العامه في اي مؤسسه، انا كضابط جوده لازم اكون منفذ، لازم اكون انا مطبق، لازم اكون انا يعني باكد هذا الشيء. انا لما بدي اجي احكي لفلان انه انت شغلك غلط، لازم اكون انا بعملوش، لازم انا اكون يعني بتجاوزه، ما بوقع في غلط انا بمنع زملائي عنه. هذا ضروري جدا. الرساله جودتها، جوده الرساله افعال الذي يحمل الرساله، يعني انا شو بعمل وشو بطلب، هاي رسالتي. نقطه وسطر جديد. طبعا النون فيربال والفيربال اكيد هذول عندكم خلفيه عنهم. أنا كعبد أو كزميل لكم إن شاء الله، يعني عندي نصيحة. في زميل لكم حكى في تشيك ليست، هاي لازم تكون عندي. الشغلة الثانية، إحنا بدون ورقة وقلم في وظائفنا ما نسواش شيء. الورقة والقلم والعلم أهم ميزات نتمسك فيه. الرسائل والاحترافية في توصيلها مهم جدا. الإيميل، الرسائل بشتى أساليبها المعتمدة في الشركات والمؤسسات، يعني في مؤسسات صارت تبني علاقاتها مع الموظفين على الواتساب، جروبات، بس لا غنى عن الإيميل. يعني أنت في أي مرحلة راح تتطور فيها في حياتك، راح توصل محل إيميل وطريقة إرسالك للإيميل وافتتاحيتك للإيميل، طريقة كتابتك رسالة، هاي شغلات ومعلومات لازم تضل يعني أب تو ديت فيها، ضروري جدا. طبعا احنا بنعرف ان الرسائل تكون فيربال ونون فيربال. طبعا انا دائما بحكي اي مهندس في الدنيا او اي موظف في الدنيا عشان يقدر انه يكمل يومه، لازم يعرف كيف يدير النون فيربال مسج او الفيربال مسج تاعه. او خلينا نحكي شغله، هلا انا لما باجي انا في شركه، واحد اجى سمعني كلمه من يعني على خلينا نحكي على 8 الصبح، وما قدرتش انا اتحكم في رد فعلي او اتحكم في ملامح وجهي او اتحكم كثير، اكيد صارت معي حدا فينا انه بتغير نفسيا، بتغير بتاثر عليه. في اللحظه اللي بتكون فيها موظف قادر تسيطر على هاي الامور البسيطه وتديرها تمام وتحسن منها، انت اصبحت في مكان غيرك لسه بحاول يوصل. هذا شيء مفروغ منه. اكيد اي واحد فينا تصادم مع شخص حسه اقوى منه، نقطة وسط جديدة. فأنت لما بتحاول تتقدم في تعابير أو ردود أفعالك والتعابير وجهك أو الإيحاءات اللي بتقوم فيها، اللي إحنا بنسميها يعني هاي اللي هي الرسائل غير مكتوبة، اللي هو أنا مثلا إيدي إنه ها روح عني مثلا، وجهي مكشر، كيف أنت بتتحكم في هاي الشغلات تقدر تديرها؟ أنت عارف إنك أنت شخصية يعني شخصية نتاج سنين طويله من العمل الدؤوب. فضروري جدا انه انت تحكى فيها. وبعدين انا اخليكم هاي الشغلات اذا بتحبوا على السلايدات تقرؤوها، بتقرؤوها يعني بتراجعوها كمان، شغلات بسيطه بتذكركم، ممكن في اكيد كلكم بعرفيها، بس بتذكركم في شغلات ممكن القراءه دائما بتكون احسن انه احنا نتذكر شغلات ممكن احنا نكون عارفينها ونسينا.
الثقافة دائما تبنى على المجتمع، تمام؟ وثقافتنا وإيماننا وعقيدتنا دائما ما هي بتقودنا. كيف احنا بنفكر، كيف احنا بنتطور، كيف احنا بنتقدم، بناء على العقيدة تاعتنا، تمام؟ والعقيدة تاعتنا عبارة عن أو مستمدة من حضارة آلاف السنين، وهي الحضارة صار فيها مشاكل كثير، صار فيها تغيرات كثيرة، أثرت في نفوس البشر، أثرت في 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 طريقة سير كل شخص عن شخص. طريقة اختيارك لمسارك لازم يبنى على 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 يعني على أخطاء وتجارب وعلم جديد أنت بتعيشه، وما تحاولش تكون أنت غيرك، أنت كون كيف أنت بالضبط، كيف أنت بتحب تكون، كيف أنت شايف الحياة بتكون، كيف شايف شغلك بيكون، كيف شايف علاقاتك بتكون. ابنيها على أخلاق، ابنيها على مهنية، ابنيها على مبادئ، ما تبنيها على شخصيات مبعثرة، أخذ من هذا فكرة ومن هذا كلمة ومن هذا. حياتك عيشها كيف ما أنت، بالآخر لكل مجتهد نصيب. بس يعني هاي اللي أنا راح أحكيها، لكل مجتهد نصيب. وهنا أنا بتشكركم على حسن الاستماع، وكانت فرصة سعيدة يعني إنه أنا أعطي أو إنه أنا أكون معكم في هذه المحاضرة. ستكون أنا استفدت، ممكن أكون أكثر منكم لأنه صار لي فترة مش براجع هاي المحاضرة، فأنا مبسوط فيكم كثير وبتشكركم على حسن الاستماع. واللي عنده أي سؤال حاب يسألني إياه يتفضل، وإذا بده مايك بكون أحسن يعني اللي أسمعه. يعطيك العافية باشمهندس عابد، أشكرك على هذه المحاضرة الرائعة والقيمة، بارك الله فيك وبعلمك، ربنا يبارك لك. يا شباب اللي الله عنده أي يسلمك. استفسار بإمكانه يستخدم خاصية الريز هاند عشان نفتح له المايك يسأل. طبعا فورم المحاضرة هذا حطيت فيه على الجوجل فورم يا شباب، عندكم في الشات. ماشي بس مهندس، تنزل السلايد الأخيرة عشان الكيو آر كود. تفضل استاذ زيها. هذا برضو شباب الباركود بإمكانك تعمل سكان وتعبي بياناتك. ها شباب، في حد عنده أي استفسار أي سؤال؟ طيب بس مهندس اياد، في بما انه الجميع اظن فيش عنده اي استفسار، والله يعافيكم جميعا، فحاب بس اختم المحاضره في كلمه. طبعا الكلمه يعني انا قعدت 10 سنين لقدرت اوصل لكلمه فشت غلي في حياتي العمليه. يا اخوان، الفكره التي تولد حرام اجهاضها. في اي شيء بيكون أخلاقياته ومبادئه سليمة حرام إجهاضه، كمل فيه وما تطلعش حواليك. أنت اختبر، أنت فكر، أنت ابدع، أنت توكل على الله، أنت استمر، أنت زي ما حكيته ثابر، راح توصل ليوم الأيام على قدر مجهودك. يعني مش راح تكون أنت شخص نايم في الدار وتاخذ مدير اداري لجامعه كامبريدج مثلا. انت بتكون شخص مدير اداري لجامعه كامبريدج اذا عملت ثيسز وكثير محترمه وعملت ارتكلز ونشرت والكل صار يدور عليك. يعطيكم الف عافيه، وبتمنى اشوفكم في اعلى المراتب. جاهزين احنا باشمهندس اياد؟ نعم جاهزين جاهزين، توكل الله. فبالتالي ان شاء الله التسجيل راح يكون موجود في على اليوتيوب ان شاء الله تعالى، مثل الرابط، مهندس وراح عبد، ابعث كمان السلايدات كمان ممكن. مهندس عبد في اسئله على الشات بس. اسئله مش شايف انا ولا سؤال.
في واحد كاتب: إذا كانت بيئة العمل فيها أشخاص ألفاظهم سوقية، كيف التعامل معهم خصوصا لو كانوا مدراء؟ وين هو السؤال؟ فوق، اطلع لفوق يعني، أنا هسه بشوفه. بعد إذا كانت بيئة العمل فيها أشخاص ألفاظهم سوقية، كيف التعامل معهم خصوصا لو مدراء؟ هلا أخي معاذ، كل اللي حكينا فيه، إذا أنت بتعمل مراجعة سريعة في عقلك، بتشوف إنه كل حكينا مبني على الإيثكس، الأخلاقيات. المكان اللي يسمح فيه بإهانة شخص بألفاظ سوقية، هذا لا يليق بمهندس، وهذا ليس بمكان. لكن إذا كان هذا الشخص، تمام، اللي بتحكي عليه هو الشخص اللي بتسول نفسه إنه يتلفظ بهذه الألفاظ، وأنت علاقتك في هاي المؤسسة جيد جدا، وهي المؤسسة معطيتك قيمتك، مؤسسة عريقة، وانت بس بدك تتجاوز هذا الشخص، فتأكد انه العلامات اللي انت بترسمها مع اي شخص بالدنيا هي العلامات التي ترفض ولا تمحى. لكن اذا انت اخترت الطريق اللي ممكن انه شخص يقدر يوصل لمرحلة انه يتلفظ بألفاظ سيئة، هذا الطريق انت بتحدده، انت بتقرره، انت بتكبره وانت بتصغره. هذا عبارة عن كاريزما، عبارة عن كاركترستيك للشخص. يعني انا ما بقدرش اجي احكي انه انا فلان بسب علي. طب ليش بسب علي؟ طب كيف سب علي؟ طب متى سب علي؟ كيف اخذ العين انه يسب علي؟ انا كشخص كيف ببني شخصيتي وجديتي ومهنيتي؟ كيف انا بتبنى الحدود حوالي؟ بتمنى ان شاء الله تكون وصلت. يعني في سؤال ثاني كمان انا سؤال، انا بدور، انا قاعد تحته، تحته. انا مهندس حديث التخرج، شو بتنصحنا اعزز فيها مهارات العمل؟ نور الدين. هلا نور الدين، بعرفش انا ايش التخصص تاعك عشان اقدر اجاوبك على هذا السؤال. اذا بتكتب لي يا اخر ليش مهارات العمل، انت لما بتحكي عن مهارات العمل، اهم شيء في مهارات العمل اللي بتحكي فيها انه انت بتقدر يعني اللي الايام هاي طبعا الحديث اللي بيطلبوها في الشركات، انه انت تقدر تشتغل في تيم، في فريق، انه انت بتقدر تتحمل ضغط عمل، انه انت تكون بروبلم سولفر. هاي الشغلات اللي بتنطلب مهمة جدا، يعني صارت ضرورية، وانه انت تقدر تتواصل مع المحيط، انه عندك اللي حكينا فيه الكوميونيكيشن سكيلز تكون عندك عالية. لكن مهارات العمل بالتحديد للإشي اللي بتقوم فيه، اي شيء انت، خلينا على فرض انت نور الدين تخصص حاسوب، مهاراتك في العمل الحاسوبي لازم تكون على مستوى عالي، على اساس انه انت تكون قادر انه انت تمشي في هاي المؤسسه. وغير هيك انه انت وين اي مرحله بتوصلها في عملك لازم تتطور اكثر، بالاضافه الى المهارات اللي حكينا فيها، تقدر تاخذ وتعطي مع زملائك، تقدر تحل مشاكل بمساعد زملائك، بمشاركه زملائك، استشارة زملائك، تعرف كيف تحسن من المشاكل اللي بتصير، تعمل ريبورتس، تشتغل تحت ضغط، تعمل تقارير تحسينية، تكتب رسائل تحسينية، تبعث للمدير أفكار تطويرية وما إلى ذلك. كل هاي المهارات، يعني إذا رجعت إحنا اللي حكيناه في المحاضرة، راح تشوف إنه الإشي بسيط، الإشي مش صعب، هو بناء على معلومات أنت بتعززها وبتطبقها. فأنت هيك بتبني ثقافة مستقبلية لموظف أو لمهندس قادر إنه يشتغل في أي بيئة، في أي مكان تحت ضغط، وبمهنية وبجودة عالية. إن شاء الله تكون وصلتك نور الدين الرسالة. فيش أسئلة تانية يا باشمهندس إياد؟ فيها أنا القدرة على تحمل الضغط لا ميزة، وإنما عيب كبير في إدارة المؤسسة. منذر وهبي: القدرة على تحمل ضغط العمل ليست ميزة، وإنما عيب كبير في إدارة المؤسسة. شوف أخي منذر، لما أنا بديش مؤسسة، أنا بديش أحكي عن مؤسسة عشان أوصل فكرتي.
لما اجي بحكي له، انا لما بيجي على ابني باجي بحكي له اليوم انت بدك تحل دروسك كلها، ولما بدك تساعد اخوتك كمان في حل الدروس، وبدك انت كمان بعد تخلص حل الدروس بدك تنظف باب الدار اجلكم الله وما الى ذلك. انا اعطيته 3 وظائف، 3 وظائف هذول ممكن ما يخلصش يوم كامل فيهم صح، بس انا كوالد بكونش هدفي طبعا. طبعا عشان تكون عارف ليش معنى والد، هلا بقول لك ايش الاصلي. انا كوالد بكونش هدفي انه انا اهلك ابني، انا بهمني انه ابني يعطيني احسن ما يكون، بهمني انه انا ما نخدعش فيه في المستقبل، بهمني انه يكون في الامكانيات اللي انا حابب اشوفها فيه، والشغلات اللي انا ما اخذتها اشوفها فيه، والاماكن اللي انا وصلتها هو يوصلها. تمام، هذا على مستوى ابني. فانا لما بقول لك في انواع من الادارات او انواع من المدراء بسموا حالهم الفذر مانجمنت، هذول الناس هم اللي ابتكروا شو معنى يتحمل ضغط عمل، مش عشان ضغط العمل، ما هو كل عمل اصلا معمول له ديستريبيوشن، بس انه يعني عشان اجيب احسن موظف انا لازم هذا الموظف يكون على استعداد انه يتحمل الضغط. مش معقول اجيب واحد كسول واقول له اشتغل في الفريق، انا بدي واحد بقول انا بتحمل ضغط، وفعلا لما بيجي بلاقي انه الضغط مش كواجب يعني، فبلاقي انه بيشتغل وبتحسن وبيحط، وممكن يكون في ضغط وتلاقيه كمان هذا الشخص تحمل. فاللي بيتحملش ضغط عمل طبيعي مش راح يقدم، واللي بيتحمل راح يعني راح يكون في هذه الوظيفة. فهي الفكرة، الحصول على أفضل الموجود. أنا طالب هندسة ميكاترونيك، شو بتنصحني أخذ دورات أطور من نفسي فيه أكثر لسوق العمل؟ طبعا يوسف أبو مش يوسف، يعطيك ألف عافية يوسف. مهندسين ميكاترونيكس على ما أعتقد هم بيجمعوا بين تخصصين، ميكانيك النيم يعني بموضوع الرقابة جودة الماكينات ممكن يكونوا، أو البرامج اللي بيشتغلوا عليها في المصانع، يعني مش عارف بالضبط إيش يعني، بس بما إنه ميكاترونيكس أنت بتحكي عن مصانع، فاللي الدورات اللي بدك تطور فيها في حالك هي الدورات اللي اول شيء انه انت تكون على اللي شرحناه، على قدره انه انت تدير نفسك في عملك ضروري جدا، ضبط الجوده ضروري جدا عندك ممكن تكون تغطي هذا المجال، اللي تصليح المكن والمشاكل اللي تعرض لها المكن والمكان والمواكن الحديثه اللي بيشتغلوا عليها، ممكن هذه شغلات مهمه كمان تساعدك يعني في مواضيع معينه. بالاضافه الى ذلك يا يوسف انت لازم تكون عارف وين بدك تروح بهندسه الميكاترونكس في اي مجال، يعني قد ما يكون مش راح تقدر انت تشتغل على كل المكن اللي بالمصانع اللي الدنيا، يعني انت بتقول انا بحب مثلا اشتغل في مصانع خلينا نحكي الادويه، في غاد ميكانكس لل مثلا للهاي برفورمانس ليكويد كروماتوجرافي، اللي هو جهاز اللي بتاع بيحسب كمية المواد الفعالة في الدواء، بتصير تعرف تصلحه، بتصير تعرف تصلح تاع الفيسكوسيتي، بتصير تحل اليو في، بتصلح شغلات تتعلق في أجهزة الدواء بتتطور فيها. ممكن أنت تقول بتعلم على الأجهزة الطبية نفس الإشي، فأنت بتحدد إيش بدك بناء على المحيط اللي أنت فيه. أنا صراحة يوسف بعرفش إيش يعني بالأردن إيش الأماكن اللي ممكن يكون فيها بيئة عمل أفضل، فأنت اللي بدك تختار بناء على دراسة أنت بدك تكون فيها، يعني انت دراستك تقوم فيها وتحدد هدفك وتحدد الشغلات اللي انت ممكن تطور فيها وفعلا بتحبها، واي طريقه بتسلكه يوسف بمجرد انك دخلته بتكون قادر انه انت تولف نفسك بناء عليه وتتقدم وتتطور فيه. ان شاء الله تكون وصلت. بدنا دورات تانية من طرفك ان شاء الله، ان شاء الله محمد، ان شاء الله اذا في اي شيء احنا ممكن نشارك مع بعض، انا بعتبرها حقيقه دورات، بعتبرها مشاركة يعني. استغنى الله علي، أنا مشارك ثاني. حياك الله يا الإدارة الناجحة محمد. صحيح يا منذر، الإدارة الناجحة موجودة، وأنا حكيت كلمة جوهرية دائما، يعني حدد أنت المكان اللي بدك تتواجد فيه، فقديش بتكبر في شخصيتك في إمكانياتك في قدراتك، انت بتقرر وين المكان اللي راح تكون فيه ضروري. ماذا تنصحني مع الفريق تبعي؟ انا اشتغل مع شركه استثمار وبطور عقار.
يعني السؤال مش واضح، بس إذا بدي أنصحك بنصحك يعني دائما تسعى للتطور، اعرف إيش المداخل تاعت الشركة تاعتك، نقاط ضعفها، نقاط قوتها، أحاول أحسن منها. طالما أنت بتحسن في الشركة في إمكانياتها وفي دخلها وفي ضبطها وفي جودتها، أنت راح تكون يعني مهندس ناجح وقادر أنه توصل لإيش بدك إن شاء الله. كل شيء مقابل شيء، العمل بدون مقابل في الغالب جرى التعب على الفاضي. يعني إذا أنت قصدك يا معاذ على المصاري فهذا حكي مفروغ منه، لكن بداية العمل كانت إلي أنا في مؤسسة كانت على راتب لا يستطيع فتح بيت. أنا كشخص اسمي عبد سلمي، تمام؟ والكل بيعرفني، يعني إذا سألت عني في بلدي موجود وبتقدر يعني تحقق من هذا الكلام. بحكي لك فيه، بحكي لك عن صدق. في فترة من الفترات المعاش تاعي ما كان يكمل معي ربع الشهر، مش ثلثه، ربعه. ولكن سعيت خلف كل شيء ممكن يطورني في هذا العمل، وتقدمت وعرفت وين نقاط القوة ونقاط الضعف، عرفت وين ممكن انه انا اتطور واتقدم باقي عن زملائي اسرع، عرفت انا كيف ممكن انا اتفوق على زملائي في خصائص معينة، كيف اربط كل الصفات اللي فيي واطورها واربطها مع الموظفين، ما اثر عليهم ولا ياثروا علي. هاي كلها الشغلات مهارات مكتسبة، بدك تفكر تستفيد من زميلك وتفيده، تمام؟ تتفوق بقدراتك عليه وتستغل طبعا بطريقة إيجابية القدرات الموجودة عنده وتقوده. يعني أنت الشغلات الموجودة عندك والشغلات الموجودة عند زملائك إذا صار لها دمج ممكن تحقق أفضل النتائج، وهذا في المؤسسة شيء مفروغ منه. القدرة على العمل في فريق وضمان جودة هذا الفريق يعتمد على شخص واحد دائما، هو القائد بيكون. حاول أن تكون دائما أنت القائد. طورت أنا في شغلي اليوم، أنا قادر على أنه أعمل أي شيء في مجالي، نقطة وسطر جديد. ليش؟ لأنه أنا تعبت وصبرت وتطورت وتعلمت وحاولت دائما أنه أوصل للأحسن، وإن شاء الله بتعلم لسه وأطلب العلم وراح أضل ساعي خلف العلم جنبا إلى جنب العملي. فهذا موضوع أنه العمل بدون مقابل انساه، فكر في المقابل في نفسك عشان أنت تقدر توصل اللي بدك إياه يا أخي. هيك أتوقع خلصنا باشمهندس إياد، الله يعافيك يا حبيبي، الله الله يعطيك يعافيك. العافية، بارك الله فيك ونشكرك على وقتك وعلى هذه المحاضرة الرائعة والقيمة. الله يرضى عليك باشمهندس إياد، الله يسعدك تصبحوا يا على حبيبي، خير يا زملاء، وأنا المحاضرة معكم. بتشكركم على هذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله وإن شاء الله أي فرصة إن إحنا نكون متواجدين مع زملائنا إحنا جاهزين بإذن الله عز وجل. حياك الله باشمهندس، حياك الله، يعطيك العافية باشمهندس. الله يحييك أستاذي، يعطيك ألف عافية.